سلام، أنا رون. مقطع جديد وقصة جديدة، صلوا على النبي. يلا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بنت عمري 15 سنة، أنا بين 2 أولاد، أخوي الكبير، أنا أخوي الصغير. أبوي وأمي تزوجوا عن حب، كانوا أولاد خالة، وكان الكل يعرف بقصة حبهم وكيف هم يعشقون بعض، على أن جدتي أم أبوي ما كانت مقتنعة، وكانت تدور لأبوي أي بنت إلا أمي، لأن بنظرها أن أمي جدا عصبية وما تناسب واحد جميل مثل أبوي. صراحة يعني تفكير متخلف، لكن إيش نسوي؟ مع أن أمي جميلة والكل يمدحها، لكن جدتي ما كانت مقتنعة بهذا الشيء، ولأن برضو في مشاكل بين أم أبوي وأم أمي، مع أنهم أخوات لكنهم يكرهون بعض. وإلى الآن أنا ما أعرف إيش السبب الكره هذا، مع أن علاقتهم الثنتين بباقي أخواتهم عادية، ما في أي كراهية. ندخل بالعميق. أمي وأبوي تزوجوا، جابوا أخي الكبير، والكل كان فرحان فيه لأنه أول حفيد بالعيلة. مع ذلك أخوي لما بدأ يكبر، الكل لاحظ أنه متعلق بجدتي أم أبويا، وما كان يبغى أمي. يعني تقريبا كان عمر أخوي 2 3، كانت أمي كل ما تبغى تأخذه من بيت جدتي يطق بالصياح، كان بس يبغى يجلس مع جدة. فهنا بدأ الحقد في أمي، كانت تحقد على جدتي لأنها تحسب أن جدتي هي اللي خلت الولد يسوي كذا وما تبغى يحبها، وهذا سبب مشاكل كثيرة. المهم بعدها أمي بشرت أبويا وأهله وأهلها انها حامل، لكن الى الان ما تعرف ايش نوع الجنين. بعد كم شهر فحصت وعرفت انها بنت، والكل فرح وانبسط. والبنت هذه كانت انا، ولدت وكنت بنت جدا هادية، ما كان عندي صوت بس نايمة. وامي هنا بدت تهمل اخوي الكبير، وصارت تخليه بزيادة عن جدتي وما تدري عنه بالايام، بحكم ان امي فرحانة انه جتها بنت. سنة بعد سنة حملت أمي وجابت أخوي الصغير آخر العنقود. طبعا في نقطة لازم تنذكر، جدي اللي هو أبو أبويا ترك جدتي وهاجر عنها وسحب على مسؤولياته كأب، وأكبر واحد كان في عياله عمره 13 سنة، وعاش في أزمة وما كانوا يأكلون، إلى ما قرر أبويا أنه يدور شغل، وبالفعل بدأ يأسس نفسه ويصرف على أهله وعلى أمه وعلى أخوانه وأخواته. وأبويا ما شاء الله عنده 9 أخوان وأخواته، هو العاشر. اضطر أبويا أنه فعلا يترك دراسته عشان يساعد جدتي اللي هي أمه، مع أنه أبويا كان متفوق جدا في دراسته. المهم بعد ما كبروا اكتشفوا ان جدي متزوج واحدة ثانية وجاب منها ولدين، مو بس عذبنا احنا، حتى هي لان كمان تركها هذه الثانية وهاجر على واحدة من الدول ومو راضي يرجع دولتنا بسبب انه عنده ديون، وكان يسرق وينصب وهاجر من دولة لدولة الى ما استقر في الدولة هذه. المهم بدت تظهر المشاكل بين امي وابويا بشكل متكرر، واحنا ما نفهم ايش السالفه. اطفال اكبرنا اخويا عمره 6، وكنا نشوف ابويا يضرب امي قدامنا، بس انا ما كنت افهم ايش قاعد يسوي. امي كانت دائما تعصب ابوي وتعاند، وابوي كان يمد يده عليها، هذا الشيء صار قدامنا. الى الان اتذكر كان ابوي يضرب امي. مرت سنه وحملت امي، لكن هالمره حملها كان جدا صعب، كانت جدا تعبانه ودائما تروح مراجعات ودكاتره، وكانوا يقولوا لها احتمال تولدين والطفل يكون فيه اعاقه. وامي انحرق قلبها ونفسيتها تدمرت. انقسمنا انا واخواني، عمتي الكبيره اخذت اخويا الصغير، وجدتي ام ابويا اخذت اخويا الكبير، وانا اخذتني جدتي ام امي. حلو، الكبير مع ام ابويا، انا مع ام امي، والصغير مع عمتي الكبيره. كنت مبسوطه وفرحانه، بالذات ان عندي بنت خاله بنفس عمري، وكنا صحبات مره ونحب بعض، ودايما العب معاها والتقي فيها، وكنا مره صحبات. وجدتي ام امي جدا لطيفه معايا، وكل شيء حلو الا شيء واحد، كان عندي خال يسكن عن جدتي بحكم انه للان يدرس جامعي، كنت دائما احب العب معاه والعب معاه بلاي ستيشن ونضحك، وكان جدا لطيف معايا. يعني كان حصل موقف او سوى خالي هذا حركه قذره جدا، كنت طفله عمري 5، خالي وقتها جاء وبدا يسوي اشياء حرام شرعا، حولني من بنت لطيفه ومرحه الى بنت متمرده، اكره الكل، اكره الناس، اكره ابين نفسي للناس، صرت اكره شيء اسمه اولاد ورجال. فتره جاني خبر ان امي وهم يولدونها الطفل طلع ميت، انا هنا خلاص انهيار، انا من خالي الزفت ذا ولا من ايش؟ صرت اكره الحياه، صرت بس منعزله، رغم اني كنت لطيفه وجريئه واحب اتكلم، لكن كل هذه الصفات انعكست فيني، وصار الكل يستغرب مني، حتى الاطفال صاروا لما يشوفوني يعطوني هذيك النظرات. الموقف هذا له 10 كاتمته بقلبي. المهم بعدها اخذتني امي واخذت اخواني ورجعنا لبيتنا بعد 1 تقريبا. طبعا اخوي وقتها كان بالابتدائي بـ3، وانا خلاص لازم اسجل وادخل اولى، وبالفعل امي راحت وسجلتني، مع اني كنت كارهه فكره المدرسه وما كنت ابغى اشوف اي احد، لكن اجباري. مع اني خشيت الروضه وكنت بنت مريحه وبشوشه واحب الكل اللي هناك، سواء
من طالبات أو معلمات، لكن لما خشيت المدرسة حسيت بتوتر وخوف أول يوم بالذات. طبعا سجلت بالمدرسة متأخر، كنت مرة خايفة، وأمي سجلتني وراحت. كنت أبكي ومنهارة إلين ما شافتني بنت من صف خامس وسألتني إيش بك تبكين، تحاول تواسيني وسألت وعرفت فصلي ووصلتني لفصلي. من يومها وأنا بنت ثانية بسبب معلمتي الله يسعدها، عرفت كيف تحتويني وتحبني، تديني الحنان اللي أنا أحتاجه. يوم بعد يوم صارت نفسيتي أفضل وصرت زي قبل وأحسن. كانت دايما تسولف معايا وتحب تحضني ودايما تشجعني وتمدحني. بسببها قدرت أني أنا أثبت وأصير أقوى وأثبت للكل مين أنا. وبعدها بكل المراحل صار اسمي يتكرر على الجميع من أخلاق ودرجات عالية. كنت جدا متفوقة وأحب دراستي إلين ما جات فترة المرض. وقتها أنا كنت ببيت جدتي أم أمي وخالي كان مسافر، كنت بجلس عن جدتي عشان أعتني فيها. لكن اللي صار إن خالي هذا جاء فجأة ولما شافني ما عرفني وسأل من هذه، قالت لجدتي هذه فلانة بنت أختك فلانة. هو وجهها أنصفق وأنا خلاص اتضايقت، تذكرت كل شيء ودي بس أرجع بيتنا. طبعا وقتها عمري 12 سنة وقلت لجدتي خلاص يا جدة أنا برجع البيت. قالت لي ليه وأبغاك معايا وأحب جلستك. وبحكم أنها جدتي وأنا جدا بارة فيها وأحب أسمع كلامها وافقت وقلت بنفسي أقسم بآيات الله لو حاول يتكلم معايا أو يسوي لي أي شيء يلوم لنفسه كافو. وطول الوقت أول ما أشوفه أطنش وأروح غرفتي إلى ما ينقلع. هو لاحظ كيف أنا مرة ماني طايقته وبكل جراءة يجي يسالف معايا وأنا ما طق له خبر. طبعا في واحد من عيال عمي أنا أميل له شوية، كان لطيف معايا وأنا أحب أجلس معاه. كانوا دائما كل ما يشوفونا نسالف مع بعض أهالينا يضحكون يقولون أنتوا البعض. فكان في شوية مشاعر لكني ما كنت أطيق الرجال كل أنواعهم. ما عندي مشكلة أجلس مع بنت تكرهني وأكرهها ولا أجلس مع ولد وكله بسبب خالي حسبي عليه. المهم جلست مع جدتي وقررت أمي تقريبا بعد 3-4 شهور كذا تجي وتأخذني. وفعلا ودعت جدتي ورحت مع أمي. شوي أمي قالت لي ولد عمك يسأل عنك. طبعا أنا كذا قلبي قلت لها من تقصدين؟ قالت أمي لا تسوي نفسك ما تعرفين. قلت لها صدق مين؟ قالت ولد عمك فلان. هو نفسه اللي أنا أحس شوية مشاعر. قلت لها إيوه. قلت هي يسأل عنك ويقول فينك مختفية. قلت إيوه. وبعدين سكتت أمي. وقتها وصلنا لبيتنا، أخوي الكبير عمره 15 أخوي الصغير 10. جلسنا في بيتنا إلين ما عدت الشهور. وقتها عندي خال أنا غير الزفت ذا، كنت مرة أحبه، يطلعني أنا وبنات خالتي يسولف معانا، هو أفضل خال من بينهم كلهم. وفعلا جاء يوم الأيام قال خالي يلا بطلعكم أنتي وفلانة وفلانة وفلانة. فجأة يوم جاء خالي هذا لقينا معاه خالي الزفت. أنا من يوم ما شفته عيوني كذا كبرت. إحنا جالسين وراء وأول ما شافني خالي القذر هذا جلس يناظرني بصدمة وأنا طول الوقت مكشرة ومالي خلق. ومن وقتها من سنة تقريبا كذا صار خالي الزفت هذا دايما معانا وأنا ما أحب وجوده من كثر البجاح اللي فيه. ما اعتذر لي اقسم بالله اني من قرفه من وجوده بشكل يعني من قرفه يجي ويركب معانا ويسولف ولا كانه صار شيء. ابغى حل، تعبت من وجوده ويسولف معايا ولا كانه في شيء صار. والحياه جدا حلوه وكلهم لاحظوا اني انا ما اطيقه ودائما اتجاهله. ابغى حل هذا المقرف. انتهت القصه. الراي الشخصي يا عمري 15